السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. جيل التسعينات دائما متوتر ودائما يعني أكثر جيل متعرض للاكتئاب. وطلعوا لي البنات ضحكتوني وحق الله، البنات كيقول لي ما عندنا زهر بزواج، ما عندنا ظهر مع الصحاب، ما عندنا ظهر في خدمة، ما عندنا ظهر في حتى شي حاجة، على الله يكون عندنا ظهر مع سيد ربي. لا إن شاء الله عندكم ظهر مع سيد ربي، وعلاش يا من قدام مازال مستقبل قدامكم، عمر يكون عندكم اليأس. دائما تفكروا أنه مستقبلكم يكون زوين بزاف بزاف بزاف، والنفسية نفسية كتلعب دور كبير في الحياة. يعني كانت نفسية كما قلت لكم، نفسية اللي كانت زوينة كتلعب على اي حاجه اوتوماتيكمون تكون حياتكم زوينه. بغيتوها تكون زوينه نتوما غتخليوها زوينه، بغيتوها تكون خايبه وعامره بالسلبيات فقط نتوما غتخليوها عامره بالسلبيات. دونك اي حاجه في يديكم، وطبعا اي حاجه كتوقع في الدنيا كترجع الله سبحانه وتعالى، يعني المكتب كيتصرف. عمركم تقولوا مع الناس سهر، عمركم تقولوا اي حاجه مكتبه من عند سيد ربي، والحمد لله على كل حال. وان شاء الله ايامكم تكون زوينه يا ربي كلها، سواء مع زواجكم، مع احبابكم، مع صحابكم، في خدمتكم، في حياتكم ان شاء الله. كنحماق عليكم، لوف يو اول. ماشي غير جيل التسعينات، هذه نصيحه لكاع الاجيال. الله يحفظكم. والبنيات والعيالات، النساء اللي متابعيني، كوني قويه، كوني كما كنقولوا مراه وقاده. عمر حاجه تكسرك، عمر حاجه تهرسك. دائما اي تعثرتي في الطريق كتنوضي وتتكملي، كتجمعي الوقفه وتتكملي للامام. نبغيكم هكا دائما، دائما تاخذوا الانرجي الطاقه الايجابيه في حياتكم. دائما تغيري من نفسك، تغيري نفسيتك كل نهار، تغيري نفسيتك، هذه كتعتبر قوه. ثقي في راسك وان شاء الله حياتكم تكون زينه بزاف بزاف بزاف، سورتو النساء والبنات اللي متابعيني. كنحبكم انا. ويا صلاح قتلتيني بهذا السلوغان ديالك. ايوا المعده ديالي طلعت الفوق. العاري لما وصلني في امان الله، الله يا ربي على السلوغان. غنزل وغنشد طاكسي. والله اذا شفت الطاكسي عرفتي كنحس براسي كنجري ما نباركاش في الطوموبيل. مشكلة بغيت نسوق وبغيت نشوف وبغيت كلشي التليفون السوق فهمت دقيق كلشي مع بعضياته ما يمكنش. كنحس براسي غادة في الطريق برجلية، كون مشيت برجلية كون راحت ليا في امان. فهنا خوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.